أنيس أهلا بيك. مرحبا. ما عرفتش إذا كنت تسمع ولا وصلوا لك باش نفهم. لا كلموني بالتليفون والله حتى لتوا ما عنديش معطيات. باهي ما باهي تفضل عندك حق رد. ما عنديش معطيات قلت لك جوست توصل لي أنت سلام كمل توصل لي شقار خاطر الناس الكل قالوا لي راهو تقال كلام في البلاتو عندي سلام. ها معاك مروان عاود له مروان شنو قلت. طلبت حق رد باغي ما سمعت معناها أنيس. والله كيك قالوا لي. مروان لاباس خويا رد بالك يوصلوا لك راك خويا وانت تعرف كل شيء انت تعرف عادي انا محبتي والله يا مروان لا عندي فكره حتى على خويا ايش اكلمك خويا الغالي تسمعها مني وحتى من بعد ترجع تشوفها كنا نحكيو على الاربيتر ماتش الديربي ومن حق اي جمعيه اليوم باش تحترز على الاربيت تعمل احتراز على الاربيت وكل شيء قعد احمد قالك شبيه مثلا الكلوب افريكان ما تشكيتش معناتها من شبيه استاد ما تشكيتش كان الكلوب معناتها عملت منها الحكايه ذي قلت لهم ليه انا ريت بديت الاسبوع نيصل عياري اليوم زاد احكي على حكايه معناتها احكي كوتيل الاربيتراج لازم تحطوا لنا اربيتر في قيمه الدربي هذا قال لي ليه انيس ليه ما عنده حتى دخل في الهيئه قلت له كيفاش انيس ليه انيس لعب رغم ما قلت الملعب التونسي انيس لعب كبير لعب في المنتخب تسمع فيا لعب في المنتخب ومؤثر تحب ولا تكره انيس مؤثر على الراي العام وعلى جماهير الملعب التونسي ذولي حتى ليش في قيمه انيس ما قالهاش المنتخب يا انيس لا 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 قالها والله قالها لا 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 تسمع انيس هو يعني شوف يا مروان شوف مروان شوف خويا الغالي محبي نجم يقول الكلام هذا عادي جدا ما تعرف انت الحمله اللي صار اربع ايام احنا متعودين عليها من حتى ذوما حتى اللي كنا نكوروا لكن تعرف النوايا كده واحد صادق مع نفسه يبدا ضميره مرتاح صحيح الفيديو اصلا في التصريح نتاعها هو بربي سامحني حتى نقص عليك انيس حتى هو بخلاف الكلام اللي قاله مروان انا تبعت حتى بعض الصفحات وبرشا من حبايب الافريقي عمل شويه بوليميك الفيديو اللي عملته زاد والله فرصه باش توضح هذا انا 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 شوف غيرتي على كره قدم تونسي ساعه اول حاجه استاذ حاجه واستاذ حاجه مني مش شعبويه ومش حد شيء جمعيتي نحبها ونحبها تنجح نحبها في العلالي لكن في نطاق محدود ما تعديوش على الناس تاخذ حقك وتعطي حق العباد بالنسبه لي انا الفيديو كي صارت اول الموسم صارت من بعد اخطاء متتاليه من التحكيم الحقيقه في الاسابيع الاخرانيه اخطاء رهيبه جدا على جميع النوادي وقت ما انت يجيك ماتش في العام كيما المستوى اللي باش يكون فيه الملعب التونسي توا ولا النادي الافريقي عادي جدا باش تخرج تستحفظ على زوج جمعيات هذوما وهذه حاجه عاديه لا مسيت الكلوب وانا كاستاديست من حقي ندافع اليوم 100,000 200,000 من الكلوب كلها تدافع على جمعيتها يخرج انيس العياري يحكي على الملعب التونسي تولي بوليميك كبيره لا الدرجة معناتها التصريح هذا عمل بوليميك لكن شوف الوضعيه الحاليه اللي تعيش فيها كره القدم التونسيه والحرب اللي معلنه نقولها انا ما بين التراجي والاسبيرونس كسوا في الميدان وخارج الميدان اذا باش نزلج فيها انا باش نكون طرف انا فاهم اللعبه ممكن الشعب ما يعرفش ولا الجمهور ما يعرفش باش تقول علاش ما خرجتش ماتش التراجي اللي هنا ما يعنينيش وما يقلقنيش انا عندي مبدا في حياتي كرة قدم تونسية تكون في ثنائية هدايا واحنا اللي عنا الميكرو واحنا اللي كيتواتينا فرصة باش ناخذ الميكروات لازمنا نعرفوا شنو نوصلوا لأنه اليوم احنا اللي نجموا نريضوا الأجواء البرة واحنا اللي نعملوا الفتنة اليوم الحقيقة الوضع العام ما يتحملش حتى التصاريح خارج نطاق المعقول الحقيقة بون مروان حسب اللي قالوا أنت ما سألتوش مروان خرج وحده قال أنيس العياري أنا ما سألتش استاد يا مروان أنا راني لاعب كرة قدم هذا رأيي إذا اليوم أنا رأيي باش ولي محكوم فيه نجم تخرجني من الدار تولي تهزني أنت باش نقضي تولي تروح بيا أنت ولي محكوم فيه إذا اليوم حريتك باش تعطي رأي باش تولي أنت تدخل في خانتك ضد الإفريقي الحمد لله يا ربي أنا قناعتي شخصية قدام ربي أنا صادق وأمين مع نفسي عمري ما نهار جيت مع نادي على نادي والنادي الإفريقي جمهورها اليوم خنعطيهم مساج وقت اللي في تنبك الازمات اسلام وقت النادي الافريقي في اصعب ظروفه الماديه في اصعب ظروفه في النتائج اصعب ظروفه الاداريه لو سول في بلاتو معين لا علينا باش نتكلم نضرب على النادي الافريقي قناعات لانه النادي الافريقي يقعد كبير كي رجع النادي الافريقي اليوم اول ما دار العبد اللي كان في وقت سابق وقف للنادي الافريقي مش على خاطر جمهورها احترام جمهورها حاجه لكيان النادي الافريقي انا الحقيقه مانيش متقلق ضميري مرتاح واللي حد يفهموا ميساجي بالايجاب يفهموا بالسلبي يفهموا كمال بن خليل انيس حاب يتفاعل معاك انيس اهلا مرحبا بك كمال صباح خويا هاي شكا اول حاجه لتو نستنى فك القهوه في باردو حد انت كل يوم بحكي يا خويا كل يوم صاحبي خويا ثاني حاجه خويا الغالي راهو ميساجك بو انا ما نتوافقش مع اسلام ولا
في اللي قالوا راهو انا بيرسونيلمون عشا بون صحيح ثم اللي حط بوان دانتيروغاسيون على الميساج، اما راهو انت في جمهور الكلوب بصوره عامه نحكي، راهو جمهور الكلوب ما عنده حتى مشكله معاك ويحبوك، بل بالعكس انا لي ميساج اللي جاوني وعشرات من الناس اللي تفاعلت معاهم في الشارع راهم تبناوا الميساج نتاعك على خاطر انت طالبت بتحكيم في مستوى المباراه. والله يا خويا كمان انت خويا وعزيزتك تعرف ان انت جاهل، انت طالبت بتحكيم ينجح في المباراة يعطي حقوق الناس. قسما بالله خويا كمال، قسما بالله على ماتش غدوة، اولا له ماتش تعطيك، اولا له ماتش ديسيزيف، ماتش كل ماتش ويتكل اقسم بالله العظيم ماتش عادي جدا نتيريين لحد شيء، ريت الماتش غدوة اقسم بالله بعد ما تشوف كل شيء من حد شي يقول انا وانا اللي يحكيوا معايا الكل يقولوا لي انيس نقول لهم راهو يقصد حكم يعطي حق هذا وحق هذا ما يظلمش. مختار بسرعه ما طلبش اربيتر ميزون بلغه اخرى بسرعه مختار. انيس نحن اللي باش نسالوك عليه مختار دبوس معاك انيس باش نسالك جاوبت عليه انت الحقيقه، انت قلت حاجتين الحقيقه ما حسيتك معناها تحب ولا تكره، والماتش غدوه حساس زوج جمعيات عليه حساس ماتش بالنسبه لي انا هفصلك حساس، لا بالنسبه لي انا وقت اللي راه نيس يخرجوا للجمعه راه ما تدخليش ماتش، انا بالنسبه لي انا نتاع بطوله معناها اذا كان خرج يحكي ماهوش ماتش بطوله، لا هو قرا مش ما يهزش فيه بطوله، لكن انا كي راه نيس العيار يخرج والنادي الافريقي بيانات والحكم والضغط على امير لوسيف، انا بالنسبه لي انا راه في ماتش كبير بالاول هو راه ماتش كبير مختار. شوف انيس نكمل تبارك النقطه الثانيه وقت اللي انا كمحب للنادي الافريقي وقت اللي كان راك هبطت الفيديو في نفس الوضعيه وطالب تحكيم ريجل في ماتش التراجي هذاك من فيسبوك ما غير ما تكمل هذاك من فيسبوك عاود فيسبوك انيس انيس مانيش مختار وهو ليبر يهبط وما يهبطش هذا هو حب انيس انا نحكي لك انيس وزاد هذاك من فيسبوك يا مختار انت واعي وانت واعي نقول لك وقلت المروان والحصه انت احكي اللي تحب عليه وانا كفيسبوك راني نكتب اللي نحب عليه يا مختار علاش انيس هبط الماتش شذا وما بطش الماتش اللي قبله خليه يجاوب ما عادش معاد وقت النادي الافريقي ما هبط حتى بيان راه لا اشتكي عليه علولو اشتكي عليه علولو اشتكي من تحت كيف فقط ما عادش وقت خليه يجاوب تفضل انيس المجال مفتوح ليك ما عادش عندي وقت الموضوع انت مخرجت ضد اسبيرونس انا كي مخرجت راه والله العظيم اقسم بالله العظيم خرجت لسبب وحيد الحق الحقيقه للغفره اول حاجه خرجت من بعد ايفوريك نتاع ربح قفصه اللي جانا من دي تسمو به برشا للنادي ثانيا كي خرجت حكيت نلقى ستات تونيزيا 3 بوان على الكلوب افريكان يعني شو يكون ان ماتش شوك شحكيت فيه الموضوع حكيت انه الاخطاء التحكيميه في الاسابيع الاخرانيه اثرت على الناس الكل وحتى النادي الافريقي تضر منه واخرتها ضربت الجزاء تاع نادي الصفاقسي في رادس خنكون واضحين اللي ما خذاش فيها حقه يعني الاخطاء موجوده كسوا على استاد على الكلوب اليوم انت كي تخرج لاعب دولي ولا عندك ثقافه معينه نتاع كره قدم متطالب على حكم بيرفورمون باش ينجح ان ديربي كروي بغض النظر عن النتيجة والله يجي مفهوم النتيجة والله لا يهمني فيها النتيجة كسوال الاستاد ولا الكلوب انا نحب نتمتع كورة نحب جمعيتي تربح صحيح لكن في نطاق معين ما يلزمكش تتعدى على العباد لازمك تاخذ حقك وتعطي حق الناس لكن اليوم وقت اللي انت بجي تقول شفيك مخرجش من التراجي انا راني ما ولدت حتى حد انا المرحوم الله يرحمه في القبر نحب جمعيتي استاد تونيزيان حد اللي يعطي فيه في شهرية وحد اللي لازم يعمل عليه مزية ولا نشري ولا نتباع وحد منهار يهز تليفون يقول لك وراه شكون ما وراي حتى حد انا انسان ودي تعرف شنو مش حكينا على البلاتوات اليوم انا مغادرتي للعلام عنده عامين على الشيء هذا ونمشي نهرب نلتجا للفيسبوك نتاعي نلقى بوليميك اكثر من اللي موجوده في الاعلام البارح قاعد بيني وبين نفسي نقول عاد قعدت في الاعلام راني كيليبري يصير وين باش نمشي وما عادش نعطي وراينا نتخباو في الدار القاسي وجاني قلت انا سي اثر ماله كيفاه؟ مالك كلام صحيح كي قلت انا سي اثر مش انا ناثر هما العبيد للوضعيه يا مروان مصوصي بالبرشا يا مروان اذا نقول لك عايش خويا شوف الوضعيه راهي صعيبه نتاع كره قدم تونسي سيرتو في عام تو ما بين اسبيرونس والكلوب انا مانيش طرف فيه انا نحترم جماهير النادي الافريقي بالنسبه لي انا ميساج النادي الافريقي من اول الدنيا شكوني انا نقولها لك بارابور تاريخي ولا كاريري اللي لعبتها بارابور التاريخ والنادي الافريقي والاساطير نتاعو القابو ما نجموش نتقارنوا يعني احترامي للنادي الافريقي راهو متبادل نحب يقعد نفس الاحترام ما عندي حتى مشكله مع حتى نادي وميساجي كان ايجابي باش نستحقوا على زوج نوادي الاكثر الاقل يعطيك الصحه شكرا لك انيس على تدخلك معنا وبالتوفيق للفريقين ان شاء الله في بقيه مقابلات البطوله هكا نوصلوا لنهايه الحصه نتاعنا اليوم شكرا لك كمال بن خليل ايضا احمد الصالح بارك الله فيك مختار دبوس ومروان تاج المثير للجدل تصريحاته الكل ديما تعمل بوليميك شكرا لك الكل في الاخراج تحية إسلام المدب.